طيب خليني اتكلم عن اول دوره اولمبيه انت شاركت فيها. انت شاركت 2012 في لندن. في لندن اسف انا اسف في لندن 2012 تمام. تأهلك ليها كان ازاي وكان طموحاتك فيها ايه؟ انا كنت متأهل بالرقم وكنت رامي الرقم التأهيلي للبطوله، بس كان المشكله كانت اول منافسه ليا مع الناس اللي هي اللي بره دي، وانا كنت ساعتها يعني بقالي كنت لعبت كاس عالم قبلها؟ لا لا كان لعبت قبلها بطوله عالم 2011 قبلها بسنه على طول سنة. برضو كانت اول بطوله عالم ليا للكبار، فطبعا هي دي والاولمبياد انا ما عملتش حاجه فيهم. لا كمان انا كنت طالع من غير مدرب، دي حاجه تانية، ما كانش فيه فلوس، ما كانش فيه ان انا طالع لوحدي. طالع لوحدي من غير مدرب، واحنا لعبه تكنيك يعني زاويه راحت مني الرميه باظت كلها، المطره بتخش في زوايا طبعا. معينه، فطبعا لو حاجه هو بعين المدرب عينه اللي شايفني، انا كنت قاعد بطولي ما فيش مدرب معايا ولا اي حاجه. اتاهلت بطولك كمان؟ اتاهلت الحمد لله، كان معايا المدرب بتاعي بس لما سافرت ما سافرش معايا، ما فيش فلوس امكانيات ان احنا نطلع المدرب. فطبعا 11 و12 انا ما كنتش حققت فيهم حاجه يعني، ف 12 في الاولمبياد انا عملت مركز 14، فكانت اول بدايه ليا، وده كان برضو النقطه اللي كنت بتكلم فيها ان انا ما شاركتش مع الناس دي في البطولات قبل كده ان انا اشوفهم، ان انا اكثر الرهبه اللي بيني وبينهم. صح. الناس دي انا رميت مثلا عملت التاهيل بتاعي بتاع الاولمبياد 77 متر، وكنت لو رميت 77 دي هناك كنت هقدر اعلق ميداليه الثالث، بس ما عملتهاش في البطوله، ما عملتش في البطوله، عملت 71. الحاله النفسيه مفيش احتكاك بيني وبين الناس دي. الناس دي اخر كنت اشوفها مثلا على اللابتوب وانا قاعد بتفرج او على النت قاعد، فجاه لقيتهم قدامك، فجاه بقيت معاهم في ماتش واحد وبينافسوك. انا زيهم والحمد لله، يمكن احسن منهم، بس انا في خوف ما بيني وما بينهم. اللي بعد كده اما جيت شاركت بقى في اللقاءات الدوليه 2013 مثلا 2013 و14 ابتديت اشارك بقى، وكان 13 دي كانت بدايه الحمد لله الخير ان انا عملت ذهبيه البحر المتوسط، ودي ما جاتش من سنه 72 في الرمي المطرقه، كان اخر واحد جاب كان الدكتور ناجي اسعد، كان الدكتور لا كانت في تركيا ميرسن، تركيا الدكتور ناجي اسعد سنه 72 هو اللي جاب الميداليه الذهب في الرمي في العاب القوه، غايبه يعني الوقت ده كله لغايه ميرسن 2013 انا عملت الذهب الحمد لله بعد سنين كتيره جدا من دكتور ناجي اسعد، فدي كانت فتحت الخير. انت فاكر كمان مين اخر واحد خد؟ ما هو كان مدربي الدكتور ناجي اسعد، كان المدرب بتاعي، بس هو السن وكده فهو خلاص يعني.